أكثر الخلافات اللي أنا أدخل فيها أكتشف فيها سوء الفهم بسبب أنه كل واحد فينا يشوف الصح من زاويته. يعني الخلافات بين الكبار، بين الآباء والأبناء، بين الإخوان، بين الخوات، بين الأصدقاء، أنا شايف الصواب من زاوية وهو شايفها من زاوية ثانية، فنقعد نختلف. وهذه أساسها تربوي. يعني لما كنا نعامل عيالنا وهم صغار نقول له بابا ليش الله عز وجل خلق الأذن، هو شو جاوب الطفل؟ يقول علشان نعلق عليها النظارة مثلا. بينما أنا في ذهني أنه الله خلق الأذن حتى أسمع، فش أقول له؟ أقول أنت غلطان. طبعا هو مو غلطان، لكن هو قال جواب صح غير الصح اللي أنا عارفه. فلما دائما أقول له أنت غلطان، يقول لا أنت غلطان، أنت غلطان، لا أنت غلطان. طيب هو جوابه مو غلط، بس هو جوابه صح غير الصح اللي أنا عارفه. إحنا ما تعلمنا إن إحنا لما نتحاور شو نقول؟ نقول له أنت صح بس أنا عندي جواب ثاني. كذي إحنا قاعد نربي الصغار على أنه في تعدد للصح، وبالتالي ما يحتاج خلاف. أقول له بالله ليش الله خلق العين؟ يقول والله عشان لما ننام نغمض. طيب هو جوابه صح بس غير جوابي. أنا جوابي الله خلق العين حتى نشوف وحتى نقرأ وحتى كذا. شفتوا هذه النقطة؟ أساسها تربوي. لو إحنا تعاملنا مع الأطفال مثل ما وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق من احترام الطفل وتقدير الطفل وحوار الطفل، علمنا منها من المدينة المنورة ومن هذه الانطلاقة، كم ما عندنا مشاكل وإحنا كبار الحين. كل مشكلة تواجهنا وإحنا كبار أساسها تاريخي في تربيتنا لما كنا صغار. فإذا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع الحوار سواء الكبار ولا الصغار راح ينجينا كثير من الخلافات اللي تصير.